بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد إبراهيم الهر من مركز سرمين، متطوع في فريق الدفاع المدني سرمين، مواليد 1992، متزوج لسه رب العالمين ما رزقني أولاد، الحمد لله رب العالمين. أنا أعمل على إطفاء وبحث وأنقاذ للناس العالقين تحت الأنقاض، وأصيد أكثر من مرة وأنا في عملي. وامبارح بيوم خميس 29/9/2016 قام الطيران الروسي بإلقاء أكثر من غارة على محافظة إدلب، وتوجهنا بفريق 5 عناصر مباشرة إلى المحافظة. وأول ما باشرنا بعملنا هو أخمدنا الحريق، كان في حريق ليبي وأخمدناه، تم السيطرة عليه. ثم من بعد الحريق عملنا على امرأة وطفلتين تحت الأنقاض تحت طابقين. أول ما بحثنا سألنا بعد بحث طويل سألنا المدني وهو أبوه أن الأطفال كانوا موجودة هناك، ودلنا أول ما بحثنا لقينا المرأة اللي كانت تحت الركام طوي ما في غير وجهها مبين. عملنا أكثر من ساعة ونص لطالعناها من تحت الأنقاض من بعد جهد كبير، الفضل لله الحمد لله رب العالمين. وبعد ما طلعناها اتجهنا على أطفالها اللي كانوا موجودين تحت غرفة تقريبا 20 متر مربع، وهي يعني تحت ركام تحت صبتين. الحمد لله رب العالمين حفرنا في نص الغرفة تقريبا مساحة نص متر، ونزلنا لنبحث على الطفلة. كنا فريق، كمان بوجه شكر لصالح أغا وعبد الخليل اللي كانوا عم يشتغلوا معنا، وفي أكثر من أخ كمان كانوا عم يساعدونا في هذا العمل. الطفلة اللي ما بتتجاوز 30 أو 40 يوم تقريبا، الحمد لله رب العالمين على قيد الحياة. يعني أول نحن ما شفنا الطفلة، وطفلة ساعتين أو ساعتين ونص تحت الأنقاض، والحمد لله رب العالمين يعني عايشة وما فيها ولا خمش. إذا فيها خمش صغير هو بجبينا خمش أو خمشين، يعني كان مقطع مؤسر جدا جدا. يعني أنا من فرحتي صرت أبكي، يعني بهيك موقف عم توقف هيك بموقفه وأنت يعني عم تشتغل شغل، يعني الحمد لله رب العالمين أنجزت إنجاز كتير كتير كبير كتير كبير. يعني أول ما شاهدنا الطفلة ودقيناها أنا وفريق الدفاع المدني، وصلنا نتقاتل مين بده يشيلها عند الوطنية زميلة، وأنا شلتها وبدي نزلها من فوق من الطابق الثالث، وأكثر من واحد يعني كانوا اللي بدهم ياخذوها مني، وما أنا يعني عندي اللي ضبيتها حسبت إنه كانت البنت. يعني يعني أنا تأثرت كتير كتير، يعني ما تأثرت إنه من فرحتي إنه من هالإنجاز اللي أنجزناه أنا وأصدقائي في الدفاع المدني. وأكثر من واحد حاولوا إنه ياخذوا مني البنت، بس أنا ما حاولت إنه ما أعطيها لحدا أبدا أبدا. نزلت من فوق من الطابق الثالث لتحت ووصلت للمشفى، ووصلت وصلت لعند أمها، يعني أمها اللي أنقذناها أول شيء. رجعنا كمان صارت تقول للمرأة إنه بدي بناتي اقتلها بإذن الله تعالى، بإذن الله رب العالمين ما بيطلعوا غير عايشين، والحمد لله رب العالمين طالعنا التنتين عايشين. أول ما طالعنا بنت 30 يوم وأنا وصلت لها لعندها على المشفى، الوقت شافتها يعني عندي اللي وصلت لها بنتها وشافتها، إيه كمان شكرتنا كتير كتير. ورجعوا كمان زملائي صالح أغا وحسن خليل ومشاركة الدفاع المدني، يعني كمان يطالعوا البنت الثانية اللي عمرها 2 أو 4 أشهر، الحمد لله رب العالمين كمان على قيد الحياة. الحمد لله أنا بشكر رب العالمين على هذا العمل وهذا الإنجاز اللي أنجزناه، ألف الحمد والشكر لرب العالمين. شاركت عمليات أطفال السابقة وهل تعرضت شيء للإصابة خلال عملك في الدفاع المدني؟ نعم، أنا شاركت بأكثر من عمل، وفي عمل منهم في سرمين كمان وتصابت فيه، ضليت تقريبا شهر ونص متصاوب، وكمان مره عن طفل حريق كمان تصاوبت اكثر من مره الحمد لله رب العالمين، والله شافانا الحمد لله.